السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.
السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. هذه القبيه ديالي هانتوما كتشوفوا، غادي نفينيها نرباصيها وندوزو نشوفوا الشكل النهائي في الاخير ان شاء الله بحول الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال هذه القبيه ديالنا الصغيره. كنتمنى تروق الاعجاب ديالك سيداتي، والى عجبك الفيديو ما تبخليش عليا باشتراك ولايك، والى فيديو قادم ان شاء الله بحول الله.